1% من يعني الـ الرقم القادم هو ميزان الثروة في العالم، أن 1% من العالم من سكان العالم يمتلكوا 85% من ثروات العالم، أو عفوا 82%. فطبعا يعني تركز الثروة في أيدي عدد قليل دي ظاهرة يعني تاريخية، بس المشكلة إنها بتزداد، يعني عمالة تزيد، ولدرجة إن يعني وصفوا أو يعني قالوا إن كل يومين في ملياردير جديد بيدخل قائمة المليارديرات. ربنا يبارك لهم، ولكن هل الناس دي بتقوم بدورها المجتمعي؟ هل الضرائب التصاعدية يجب أن يكون لها دور مع الناس دي؟ هل المستثمر اللي عنده 20-30 مليار دولار ده بيدفع مرتبات وأجور عادلة لعماله عشان يعيشوا برضه عيشة كويسة وكريمة؟ نتمنى ذلك. صدقني الله ينور عليك في الجملة الأخيرة دي بقى، عشان أنا ده السؤال دايما بيحيرني. أنا ما عنديش أي مشكلة بجد، ما عنديش أحقاد طبقية خالص، لكن عندي سؤال غريب عن الشخص اللي هو عنده كتير جدا ومكفي وزيادة وبينجح ومؤسسته بتكسب، وفكرة الأجور العادلة للناس. يعني فكرة أن أنا يمكن بيقولوا كده أحمد أنه الشخص لما بيشبع جدا بيبطل يحس بالشخص اللي محتاج، فبيبطل يحس أن أنت ليه متضايق وأنت بتاخد 2000 جنيه؟ ليه يا أحمد متضايق؟ عارف في نظره كده اقتصاديه بحته، يقول انت متضايق ليه؟ ما هو المفروض يكفوك. يلا 200